انطلاق وفق أعضاء الجمهور والحضور الكريم 16 من الجيادة المهجنة الأصيلة تشارك مسافة الميل 1600 متر الصدارة مع المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع والجواد مانج مونجستمن وستيفان سوانبول في الترتيب الثاني. هناك الشعار الأزرق شاهين ملك سيد خالد راشد سيف فهد الخيارين ومرزوق في الترتيب الثالث من الجهة الداخلية والشعار الأصفر ريفيرا أوجست والصدارة أبناء عبد الله محمد الشيخ الكواري والفارس هاري بنتلي محاولة للحاق وصدارة ثلاثية. هناك نشاهد من الجهة الداخلية شعار المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع، من الجهة الوسطى نشاهد الجواد شاهين، ومن الجهة الخارجية شعار لجهني والجواد باوي كوست والمنعطف الأول أو ما قبل الأخير. وما نقطة 700 متر تتبقى إلى خط النهاية نشاهد الجواد ريفيرا جودست في وضع جميل وهادئ ومحاولة في اللحاق، لكن الصدارة والجوادين بالشعار الأزرق. هناك الجواد مان موجس مان ملك المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع، وهناك أيضا الجواد شاهين في وضع جميل وقوي والأمتار الأخيرة المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع في صدارة، وهناك ريفيرا جودست أبناء عبد الله محمد الشيخ الكواري ودخولا لبعض الجياد. نعم ريفيرا جودست ابناء عبد الله محمد الشيخ، وهناك الكثير يحاول من الجهة الداخلية، ولكن صدارة جميلة وقوية للجواد ريفيرا جودست ابناء عبد الله محمد. ونتائج الشوط الثالث من هذا الحافل: جاء في المركز الأول الجواد رقم 15 ريفيرا جوديز ملك السيد ابناء عبد الله محمد الشيخ الكواري والمدرب جاسم الغزالي والخيال هاري بنتلي مبروك. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 7 مانا مونجو مان ملك المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع والخيال ستيفان سوانبول. في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 10 بيور أمبر ملك السيد عبدالعزيز علي عبدالله الكثيري والخيال ماركو مونتريسو. في الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 4 جلاكسي ملك السيد مبارك سيد جفال النعيمي والخيال ألبرتو سنة. وفي الترتيب الخامس الجواد رقم 11 شاهين ملك سيد خالد راشد سيف فهد الخيارين وخيال إبرت. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة، وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. أعزاء الجمهور ابقوا معنا لمشاهدة الشوط الرئيسي والأهم في هذا الحفل كأس الوكرة.